تفوتوا على لائحة حزب التقدم والاشتراكية اللي راه كيمثلها أطر ذات كفاءات عالية. صوتوا على حزب التقدم والاشتراكية من أجل التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين في هذه البلاد. وهذه المدينة في حاجة إلى القيمة المضافة ديال حزب التقدم والاشتراكية. حنا حزب المعقول، حزب الجدية، باش نحسنوا أمور هذه الساكنة، باش ندبروا شؤونهم، باش ندبروا القطاعات يعني الحيوية الاجتماعية الأساسية، من سكن، من ماء الصالح للشرب، من تمدرس، من وسائل الثقافية والترفيهية، من أسلوب يعني الوسط ديال العيش بشتى أشكاله وأنواع. لذلك تنوجه النداء حار الى الناخبين والناخبات ديال هذا يعني المدينه العزيزه تفلت، يعني مدينه الابطال ومدينه المناضلين والمقاومين، باش يلتفوا حول حزبنا، حول الكتاب، حول المعقول، باش نقدموا بلادنا ونقدموا الديمقراطيه المحليه ونقدموا الديمقراطيه التشاركيه. عاش حزب التقدم والاشتراكيه، عاش المعقول، عاش الكتاب. اليوم في اطار الفعاليات ديال الحمله الانتخابيه ديال اللائحه ديال الكتاب، لائحه حزب التقدم والاشتراكيه في تفلت، كان عندنا شرف وسعاده انه ساهم معنا الرفيق عبد السلام الصديقي في الحمله اللي دمناها في حي الاندلس، واللي تلقات تجاوب كما هو العاده والحمد لله من طرف المواطنات والمواطنين. وحنا ماضيين في برنامج ديال الحمله ديالنا في تفسير البديل اللي كنقدموه من اجل تفلت صاعده، من اجل تفلت يحيا فيها المواطنات والمواطنين بالعيش الكريم، بالكرامه، بالحريه، بالمرافق اللي كتمكنهم من الاستفاده من مختلف الخدمات في مختلف المجالات. سنواصل هذه لائحه ديال الكتاب، لائحه ديال الاطر، لائحه ديال البدائل الواقعيه القادره على تحويل الواقع ديال الناس اللي فعلا يستحقون كل الخير في هذه المدينه العزيزه.